هتغني ليالي الأنس. ايه حد حتى لوين ليالي الأنس الحتة الأولانية والكوبليه الأخير. يلا بابي نراني مش هغني الحتة دي. يلا يلا يا رن يلا يا بنتي يا افرح. انا عايزاكي لما انا اقول افرح انت بدل ما انا اعملها بوق. رانيا انت عملتي حواجبك؟ يعني عملت حواجبك يعني انت بتعمليهم ولا ما بلبسهاش؟ هما في حاجه مغيرينها. ايه يلا يلا نو لا ما بعرف طبق. لا للانس في بينا دبين نسمها. لا يا لل... لا انا بغنيها هغنيها بطريقتي. لا الكلمات انا مش نحكيك على الطريقه. نسمها لي باغول بار. لا للأنس. لا أنا هوطيها دلوقتي شوية صوتي. لا للأنس في بينا نسمها من هوى الجنة نغم في الجو. أنا بعمل تامبو جوايا. لا لأنك هلا مش لازم هم بيعملوا لك تامبو. حبيبتي أنا الأغنية دي صمها صم حبيبتي عشان دي أنا بغنيها. هلا أنت فوتي غلط في التامبو وهما بيكونوا بيحسبوا. انا التيمبو جوايا بدريه حبيبتي. انا التيمبو جوايا ما حدا خاصه بحدا بالظبط. انا التيمبو جوايا انا عارفه والله التيمبو. انا الغلطه اللي قاعد ندخل فيك شقول فم. يعني كل واحد بيغني بالطريقه اللي هو عايزها. بنتي انا جيت نصلح لك والله. بدرية. انا بغنيها هناك برانس. مع سليم خلاص يعني كان سليم صاحب صلحها لي اكيد هو فاهم اكتر يعني. مين؟ المايسترو يعني اللي انا بغني معاه. انا دي الاغنيه دي اللي انا بغنيها هي. هلا غنيتها غلط بنتي. غني كيما تحب راني والله العظيم كسر راسي مع التواح. روحي روحي الاكاديمي ترحم من مات. بدري انت عندك مشكله بجد والله. بغض النظر عن اي حاجه عندها مشكله فعلا ان هي يعني مش عارفه اقولها ازاي. لا قوليها قولي. يعني مثلا لا عادي مش مشكله ولا حاجه بس دي حاجه كلنا ملاحظينها يعني حاجه ملاحظه. مثلا نبقى في صف ميسي وميشال جابر تحت مثلا حد يكون بيمثل هي تقعد تقول له كومنت لا اعملي كذا لا 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 هي بتطلع ما تعرفش تعمل. لا يعني لا 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 سويني سويني. عمري ما حطيت كومنتير على حتى واحد. لا لا بتدي لا. بتدي ولا لا يا ميرال؟ ميرال انا بدي كومنتير في صف استاذ حتى كذا مره في ميسي في أبداً. صف ميسي خليل مثلا حد بيكون بيغني هي تقول حاجه هو نفسه بيقول لها بدريه اسكت. لا انا بكون بغني معه. لا 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 مش على غنى مش على غنى. انا بتقولي على حاجه معينه. كل واحد دي طريقته. لا 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 انا بقول ان انا شفته. رانيا. انا لا اخاف طنش لسه كان اول امبارح رحمه طلعت ولا رحمه اللي كانت بتمثل معرفش بدريه قالت لها لا المفروض تعملي ايه حاجه كده. قالت كلمه بالظبط يعني اللي هي بدريه شايفه ان هي لازم كانت تعملها رحمه. معلش انتم ما تتدخلوا فيا. بدريه طلعت قعدت نص ساعه بالحق. طلعوا لي الاعصاب براكم. طلعوا لي لحظه بخاطر. بقول لك حاجه انا شايفاها فيكي. ملي دخلت الاكاديمي. خلاص بدريه انت ملي دخلت الاكاديمي. لا 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 ما تقولش كده. ملي دخلت الاكاديمي كلكم كل واحد يجي يعلق على بدريه يتكلم كلمه. لا لا كلنا بنعلق على بعض. كل واحد لا مش كل واحد يعلق على بعض. انا حاطيني في وسطكم في الكراكوز الناس الكل اللي هذا يعلق عليها من الاخر. وانتم كتجي انا نعلق على ابسط الحوايج تتغشوا وتسالكم حكايه اش بيكم اش البهيم القصير اللي يجي يركب عليها راني وانا غلطه كان صلحت لك حاجه. يجعلكم لا قريت ولا أيوة حبيبتي ما تصلحليش عشان انت نفسك ما تصلحلي. انا مش مصلح. نصلح لبعض. لا 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 انا غلطه. انا ممكن نصلح لبعض في حاجه ان انا مثلا هي مثلا مش عارفه الاغنيه انا ممكن اقولها لها بطريقه مش معناتها انا كي صلحت. لكن ما رانيا حاجه انا عارفاها اغنيها بطريقتي صح ولا لا؟ انا نصلح الواحد ما ايجي ايجي انت ايجي ايجي رحمة. انا عمري نهار صلحت لك في المسرح قلت لك اعمل هكا ولا اعمل هكا. ايه ما بتقعدش تتكلم جمله في حياتي والله لا نتكلم في المسرح. تقول لنا نعمل حاجه في المسرح اقول لك عامه بدريه انا شايفه كده في فيلم جيبه من راسك كده فيكي يا رانيا. خلاص انا بالف يا بدريه انا بالف. خلاص 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 انا بالف حبيبتي. احنا انتوا الاثنين فاكرين مش خناقه مش خناقه عادي. انا مش بتخانق عادي. انا مش زعلانه منها ولا في اي حاجه. انا بقول لها حاجه انا شايفاها فيها بس. ان هي ساعات ممكن يبقى واحد قدامها بيعمل حاجه يا ريت كنتوا تنتقدوا فيا حاطيني في وسطكم تنتقدوا. ما تشوفوا تنتقدوا رواحكم نقول انتقدوا رواحكم نقول قولوا حاجه. كل واحد بيعتقد نفسه كلنا لا. كلنا غلط في نص الحاجات اللي بنعملها. كذب لا جايين نتعلم وكل حاجه مش حد اللي يعلمنا. صرتوا كلكم الفهيمه وتتذاكوا كلكم على بعضكم. انا الوحيده يمكن اللي فيكم اللي ما نتذاكاش على وعمري ما ندخل في واحد. كل واحد غني كده ما تغنيش كده اعملي كده ما تعمليش كده. ليش حتى تصرفاتي في حالي يا رسول الله تدخلوا فيها اي كلمه نتكلم
فاتي سايبوني يا اختاوني قيلوا زحي بس اللي شرب الاصفر ليه بقى مش سي ضحك يا رحمه بدي حكي من اول ما دخلت الاكاديمي هما حاطيني في وسطهم اي حاجه حتى في الكلاس حتى في الكلاس يعلقوا عليها اعمل كده ما تعمليش كده مانيش حاجه تضحك مانيش كلون مانيش حاجه تضحك يضحكوا منها العباد الكل وزودوها يعني. زودوها رحمه كل حقيقه خلص بعد لك صراحه والله صح صاروا كلهم قالوا اديال يعني معاه بس مش انه خروفه وحصانه خلص انا بحكي مع الشباب ما حد لا ما مين بيقول خروفه وحصانه بيقولوا هي حصان انا لا لا لا, لا انا يقولوا خروفه انت اقل مني بكثير حبيبتي انت اقل مني انا بتين. عادي خلاص هي بتروح من هالمسافه كلكم صرتوا عادي انتم انا يوم حكيت انا على الاغاني كلكم جيتوا ضدي لا ما تقولي هيك احنا ما بنقبل بعدين اللي بتجيها اغنيه مش راضي عليها كلهم اللي يحكوا كلهم اللي مش عاجبهم الاغاني في اشياء كمان بتلوموني عليها وتقطوا بنفسها ليش بتعصبي بدري من اقل شغله وانتم بتعصبوا من اقل شغله ليش بدري بتعملي هيك وانتم بتعملي صرت انا كيف ببرد دم ما عادش بس طهقت زهقت يا رسول الله مش تتخلقش تمرضوني مرض نفسي يعني نطلع من هنا منقوطه فمي مايل ومعاقب مش نطلع من الاكاديميه لما هو بيعملوا هيك وبيضحكوا قولي لهم خلص ما تضحكوا قلت حكيت شيء ما فهموش انا بضحك معاهم خلاص بيزودوا اوكي بضحك انا بضحك عادي انت مره ثانيه لو حد يضحك معاك انا ما بضحكش حدك رحمه قديش المره تسمعني اقولك هيك نقول يا جماعه ما حتى ما يضحك معايا خلاص انا راح احكي معاه جيت الطاوله صلح الراني سالت فيا ما اخويا ما صلحش وقفت قلت لك انا بتنبو جوايا انا ماشيه بتنبو معين ليه رحمه حتى لو قلت لا انت في فين انا ماشيه بتنبو معين انا متدخل في اي انسان يغني اوبرا في الغناء دلوقتي في الاوبرا بغنيها انا جوايا التنبو وماشي عليه شفتي مش لازم امشي زي التنبو اللي هي ماشيه عليه هي ممكن تبقى ابطا مني سنه انا ممكن ابقى اسرع سنه المهم ماشي على التيمبو طب والعادي والاغنيه مش سريعه ماشي للانس مش همشي على التيمبو ده في الايفا احط ايه مش همشي كده انا في تيمبو جوايا انا بعمله هي بتقول لي تيمبو معين انا مش همشي على التيمبو بتاعها انت بلش هيك بلشتي هيك بدري ما بحبش اسلوبك في الكلام بتتكلمي بصوت عالي ما اقدرش اقعد مع حد بيتكلم بصوت عالي كده ما اتعودتش على كده اخواتي انت فين حبيبتي انا مش زعلانه منك بس انا ما عنديش استعداد اتكلم بالصوت ده بالطريقه دي مستحيل تعالي لا مستحيل تعالي ما بقعدش مع حد بيعلي صوته لما توطي صوتها ونتكلم براحه نبقى نتكلم كان هي حساسه بس انا اخويا مش صوتك واصل لهنا بدريه وطي صوتك شويه انا مش حاسه لانك تستفزني صارت تستفزني هيك مين هي صارت تستفزني خلص بعد لحد يمزح معاها صح والله خلص هي تقول لا يحبوا هما ينتقدوني في اي اشياء اي حاجه انا اي حاجه انا بغنيها انا 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 قلت مليار مره لحدا نمسحوا مره نمسحوا اثنين بس مش طول اليوم مش انا بصير بكون معصبه او بفكر بشغله وبيجي انسان بيمزح معي لا 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 في وقت جديه وفي وقت مزح مش طول الوقت احنا هي هو لا جايين هون نتعلم في درجة أولى مش جايين نمزح مع بعض وفي قدر فما احترام بيناتنا ما يصير إنه تيح لقدر هذا قدام كائنا من يكون وإذا كنا مع بعضنا بس ما في كاميرات والله عادي بس قدام كل العالم العربي وعالم برا يعني ما بيصير هيك أول شيء وطي صوتك عشان لا زهقت يا رحمة أنتوا كلكم بتصرخوا ليش مين يتحكم في حاله بالغضب مين أنا أصرخ مش يوم برايم ولا يوم حضان ريحي نفسك هلا هدي اعصابك عادي مشي الموضوع انت نازله معاها اوكي فكري يعني هي حتفكر مصلحتها وانت فكري في مصلحتك انه انتوا الاثنين داخلين مع بعض فلا تخليها هي تاثر عليك ولا انت تخليه ولا هي انت تاثرين عليها بليز يعني عشاني عشانكم انتم مش عشاني انا عرفتي بدريه هدي الموضوع ما في موضوع ما يستاهل انا وياك انت من حقك اوكي استفزيتي كم مره وقفيهم عند حدهم مره ثانيه بليز ما حد يمزح معي بقى المزح انا مش طفله رحمه قديش مره بقول الكلام رحمه روحي جيبي المايك تبعك قديش من مره بس قديش من مره قلت الكلام ده قديش من مره قلت الكلام ده او لا طاهره بوصل لهون بقول لهم خلاص يا جماعه ما حد يهزر معي بوصل لهونيك يا جماعه ما حد يهزر معي خلاص الناس راح تصدق بعدين راح تصدق انه هذا هو اللي بيصير مزحنا مره هي مزحنا اثنين هي ثلاثه اربعه
بعرف شو خلاص. انا بعرف حالي بس العالم ما بتعرف برا، العالم بتشوفه بشكل معين. زهقت. دايما نتجنب اللي انا ما نزعج حتى حد وما نقلق حتى واحد، ودايما نحط الغيظ في قلبي، ودايما نسكت، ودايما نعدي، ودايما نعدي، بس خلاص انتهى. ورحمة قولي لي ايه، او لا لاحظتي شيء في الاكاديمي انه انت مثلا انت نحيني ان انت يعني بيستفزوكم انت تستفزي وما بدهم اياك تعملي اي رياكشن، يعني تستفزي وتسكتي، هم هيك بدهم يعني يستفزك وبده تضحك هيك يستفزك. خليني اعطي مثال. عصبتي او رجعتي يعني عملتي ردة فعل، لا ما يصير. خليني اعطي مثال بسيط. بتعرفوا اليوم شو صار؟ نحن بالمسرح لما حجزنا كلياتهم ساكتين، اللي عم يحكي بموضوع الايفالويشن وكيف بده يعمل، ويمكن اثنين غيري انا وطاهرة عم نتناقش بهذا الموضوع، البقايا كانوا من المتسطحين اللي نايم. صح؟ انا وراني كنا بنحضر. ايه بالضبط، انتم عم تحضروا على اليسار. اجى نصيف قام قال خليني اسمعكم عشان او هيك شيء، انه هو بده يقوم يدق على الاورج. قام على الاورج دق هيك، الشباب صار يمكن حدا من الشباب قال له لا او هيك شيء. صح؟ بلى. قامت وعم يظبط انه بده يظبط الكيبورد مشان يعزف شيء. قلت له نصيف لا بشرفك هلا لحظه بس لانه عم نتدرب على الغنيه. بالضبط عمل كالتالي، وهي حركات مو استفزاز، حركات انا بسميها حركات قديمه. قديمه يعني الطريق اللي انت جاي منه، اللي رايح منه نحن جايين منه من زمان. حبيبتي انا مثلا اسمعي اجي لها طلع هيك حذري شو عمل؟ صار يعمل هيك على الاورج انه هو عم يظبطه، ولا حتى يطلع فيني عم يقول له نصيف هيك بهالتون. شوفي ما راح دق شيء. لا بلش يعيط وهو الضحك على وشه، هو عم يضحك على حاله انه هو بده يستفزني وبده يمثل دور، وصار يضحك على حاله ضحك بوشه. طلعت هيك قلت يا حرام. بالضبط يا حرام، ورجعت له ولا كأنه حكى. انتبهي بدريه، ولا كأنه حكى. شفته كنت موجود. هيك بدك تعملي حبيبتي. رحمه مثلا يقول ورحمه فهمان منيح انا عم شو عم بحكي، لانه اليوم نفس الشخص جرب كثير يستفزني. رحمه انا نجيب وقال رحمه ما تلبسي هذه التنوره مره ثانيه. امبارح عم نفرض الاصوات صار يعمل رحمه صح ولا لا؟ صدق وياه بس صدق. خلص نحن مش حمير. سوري انا مو بس مش غبيه، انا اذكى مما ممكن اتخيله. بعرف هو قاعد رحمه. شكري رحمه، ما في داعي هي وياه بلكي مزح معها ميرام. لا مش عم يمزح. سوري لا علاقتك بيه انت هي بدريه بليز. عم يمزح؟ ما بعرف رحمه احكي الصح. انا ما بعرف انت بتعرفي منين؟ لا انا لما شفته مصوت لشكري صراحه. لا انا ما عندي مشكله انه صوت لشكري. اسلوب فرزه للاصوات رحمه خليني اجيب المايك. لسه ما جبت المايك؟ لا هون لاحظت. بليز بدريه خلص عشانك انت. خلص سكري على الموضوع. شو فيكم فين نتكلم؟ انا سكر على الموضوع. اسكت بعدين. ايفال نتجمع هون على الفيديو تحكي لكل واحد بليز ما بقى حالي. ايفال ما تصرخي ما تعصبي حالك خلص. للناس اللي بدهم يسمعوا هيدا الكلام كنترول، بما انكم عم تسمعونا ومركزين معانا.